والمعروف في السودان أن شجرة النيم جلبها الإنجليز من الهند حيث موطنها الأصلي، ولم يمر وقت طويل حتى أدرك حكماء السودان عظمة هذه الشجرة العجيبة، فدخلت في كثير من أمور الاستطباب والوصفات البلدية تداويا من كثير من الأمراض. شجرة النيم شجرة معمرة تستطيع أن تحيا عمرا يصل إلى 280 عاما، وقد يمتد عمرها في الغابة إلى 200، فهي شجرة سريعة النمو كثيفة الظل دائمة الاخضرار تنمو بكثافة، وتمثل في الغابة مظهرا رئيسيا للخضرة. أما ارتفاعها فيصل إلى 16 مترا وأحيانا يبلغ 25 مترا. هي شجرة محصنة ضد الحشرات على نحو لا نظير له في مملكة النبات، فلا تصاب عادة بأي من أنواعها إلا الحشرة القشرية، وفوق ذلك فهي تتصف بقدرة لا تبارى على طرد الحشرات، فهي إذ ترسل روائح من زيت عطري من أوراقها تنفر الحشرات وتطردها بعيداً حتى أنها لا تقوى على الاقتراب بل تفر مبتعدة لمسافة تصل إلى 20 مترا. والعجيب أن هذه الرائحة ليست منفرة للإنسان ولا تؤثر فيه سلبيا على الإطلاق، كما أنها لا تؤذي نحل العسل ولا سواه من الحشرات النافعات. ولنذكر في هذا الصدد أن علماء الحشرات يرصدون ظاهرة فريدة، فالجراد الصحراوي المهاجر الذي لا يكاد يحيط على أنواع الأشجار رائعة الإخضرار حتى يبيد خضرتها في سويعات، لا يكاد يقترب من أشجار النيم حتى يفر بعيدا مذعورا منها ولا يمسها بأي سوء. من منا يتصور أن شجرة النيم لديها قدرات على تخفيف آلام البشر إلى هذا الحد، إذ لا يعفى من الشجرة شيء لا يستخدم في التداوي والتطبيب، فالأوراق والبذور والأزهار واللحاء وعصارة النبات والأغصان كلا له إلى أوجاع وآلام البشر طريق. لقرون طويلة كان الناس في بعض نواحي الهند يقدسون شجرة النيم، وكان من الظواهر العجيبة التي أكدت على الوشائج المتينة التي ربطت بينهم والشجرة، إذ كان من الواجب على أهل كل مولود يرى النور زراعة شجرة منها، وكانوا يعتقدون أن صحة المولود الجديد ونصيبه في الحياة يرتبطان باستمرار نماء الشجرة وتجدد عطاياها في كل حين، فهذه ولا ريب طرفة، لكنها تنطوي على حكمة، إنها حقا شجرة حكيمة ولله في خلقه شؤون.